وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في مثل هذا الشهر منذ أكثر من 60 عاما برز إلى الوجود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة ووقعت عليه غالبية دول العالم في وقته. عندما تقرأه لا تجد أفضل من ذلك، حرصاً على آدمية الإنسان وحريته وحقه في الحياة، حقه في التعليم، حقه في القضاء، حقه في ممارسة السياسة، حقه في تقلد المناصب، حتى ضمنوا في هذا الإعلان حقه في العمل والراحة. إذن هو إعلان تتفق الفطر البشرية على قيمته وأهميته، ولست في صدد اليوم أن أتكلم عن أن الإسلام سبق ذلك كله، فهو معلوم من ديننا بالضرورة، حرص الإسلام على الحرية والكرامة والحقوق، بل إن الشريعة تقوم حيث يكون مصالح العباد، كما قال ابن القيم: أينما تكون المصالح مصالح الناس فثم شرع الله. ولكني أريد أن أتكلم عن أمر آخر، وهو أن هذا الإعلان مع مرور أكثر من 60 عاما عليه، إلا أن الظلم والقهر والكبت ينتشر في ربوع العالمين وبخاصة في عالمنا العربي والإسلامي، وظلت هذه المواثيق وهذه الحقوق حبرا على ورق. القضية لماذا؟ لماذا؟ لأن الحقوق لا تهدى للناس ولا تقدم لهم على أطباق من الفضة أو الذهب، إنما الحقوق تنتزع، تكتسب، تؤخذ غلابا، ولا تقدم هدية. وأن الآفة الخطيرة
التي تمنع تجسيد هذه المبادئ في دنيا الناس ليس المستبد المتطاول وفقط، ولكن المستضعف الخانع هو السبب في ضياع هذه الحقوق. ما أعظم ما قال شيخنا الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، قال: إن لطمك أحد على وجهك فقد ظلم. ولكن الظلم الأنكى والأشد أن تقبل ذلك منه وتتودد إليه، تقبل ذلك منه وتتودد إليه. ولعجيب أخلاق الناس أن بعض الناس لا يتودد إلى أحد إلا إذا أهانه وظلمه، هذه من عجيب الأخلاق، بل يتمسك به. لذلك الإسلام لم يجعل هذه الأشياء حبرا على ورق، ولكن رتب لأن تكون حقيقة في دنيا الناس بتربية المسلم تربية حقيقية، وأن يكون بناؤه الثقافي بناء يقوم على تجسيد هذه المبادئ واقعا في حياته ودنياه. ونظمها الإسلام، إذا أردت أن أختصر في خطبة سريعة سأذكر ثلاثة ملامح. الأول أن الإسلام زرع في الإنسان الكرامة في حد ذاته، ثم عنف المستبد وقبح طريقته، وعنف الخانع وقبح طريقته، ورسم طريق الخروج من الاستضعاف والخنوع. هذا هو منهج الإسلام. فانظر، الإسلام يبني الإنسانية على الاعتزاز بنفسها. ما هو لماذا الإنسان يخنع أحيانا؟ إذا أهان نفسه، إذا ظن أنه وضيع، إذا ظن أنه العالم الثالث، أنه من حفالة، أنه لا يرقى إلى الحرية، أنه كذا، عندها يخنع ويقتنع أنه لا يستحق إلا أن يكون مقهور. فيربي الإنسان إسلام الإنسان على حب الكرامة، ويقول: ولقد كرمنا بني آدم. الإنسان في مجمله مكرم في الإسلام. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم، يعني رفعنا درجتهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سخر لك الشمس والقمر، وسخر لك الليل والنهار، وسخر لك البحر، وسخر لك النجوم، كل هذه مسخرة للإنسان، سخرت له فهو أفضل منها كلها عند الله سبحانه وتعالى. إذن الإسلام يبني في نفسية الإنسان، أي إنسان، أن يكون كريما. وبين الناس جميعا يعلي الإسلام من قيمة الإنسان في أخلاقه فقط، لا في نسبه ولا في حسب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يسرع به عمله، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الناس عند الله بالتقوى بالعمل الصالح، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أبيض على أسود، ولا أحمر على أصفر، إلا بالتقوى. الناس سواسية كأسنان المشط الواحد.
إذا الإسلام يربي الإنسان على أن يعتز بإنسانيته، أن يعتز بكرامته، فإذا ما اعتز بكرامته رفض الذل والخنوع والاستضعاف. الأمر الثاني قبح طريقة المستبدين. ربنا سبحانه وتعالى وصف فرعون في القرآن الكريم بأقبح الأوصاف لتكون لمن خلفه عظة وزجرة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم انظر إنه كان من المفسدين. ربنا يقول على فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أئمة يدعون إلى النار. ثم يعطي في نهاية سورة القصص خلاصة للفساد السياسي المتمثل في فرعون والمال المتمثل في قارون، والاثنان بغوا على الناس هذا بسلطانه وهذا بماله. يقرر هذه الحقيقة لكل مستبد، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فأي مفسد من أمة الإسلام أو من الناس يعلم أو يؤمن أو يتجه إلى اليوم الآخر يعلم أن لا مكان له عند الله في اليوم الآخر إن كان من المفسدين. إنما للذين تضاضعوا، الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يبقى هذا في جانب المستبد. أما في جانب الذي يقبل الاستبداد، ربنا سبحانه وتعالى عندما ينزل هذه الآيات ترتجف منها القلوب. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم سألوه فيما كنت؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ انظر بقى إلى الختام في غاية الصعوبة والشدة والزجر. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، مع الاستثناء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. عسى أولئك أن يعفو، عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. جعل مأواهم جهنم لماذا؟ لأنهم لما رضوا بالاستضعاف والمكث وقبلوا بالخنوع أصبحوا عرضة للفتنة. ومعنى أنهم عرضة للفتنة أي أنهم عرضة لأن يتركوا الدين أو يتنكروا له أو يتهكموا عليه أو يستبيحوا الدماء أو يستبيحوا الأعراض. لماذا؟ بسبب الخوف، بسبب الخنوع، بسبب الاستضعاف. فوقعوا في فتنة قد تستوجب عقابا في الآخرة على ما فعلوه في أنفسهم من استضعاف. ولذلك القرآن لما فتح لهم قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لماذا تربط بهذا الخضوع وهذا الاستضعاف؟ يبقى هنا الإسلام عكر على كل إنسان يحاول أن يجد لنفسه سببا مبررا يحاول أن يقنع به نفسه أو يقنع به غيره أنه عبد مأمور، أنه مستضعف، أنه كذا. إذا لم يكن في يدك وسيلة لتتخلص من هذا الاستضعاف قد تكون من المستضعفين فعلا، ولكن إذا كان هناك طريق لأن تتخلص من الاستضعاف فلا حجة لك أمام الله. إذن الحقوق تكتسب هكذا. الأهم ما هو الطريق حالا حتى تتخلص الأمة من الاستضعاف؟
أول هذه الطرق وأهمها وعليها مدار الإسلام كله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمة التي تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمة لا يمكن أبدا أن تستعبد أو تستضعف أو تستذل، لأن ضياع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يجعل المستبد يتطاول على الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون في أعلى درجاته إذا وجه للسلطان الحاكم من بيده القوة، وهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ظالم يمكن أن يقتلك. سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. الأعزة في فترة من الفترات عبر عنهم الشاعر فكان يقول إذا الجبار صعر خده، إذا الجبار صعر خده، يعني مجرد أن يستكبر علينا ذهبنا إليه بالسيف معاتبين. إذا الجبار أعز، إذا الجبار صعر خده ذهبنا إليه بالسيف معاتبين. وعمر رضي الله عنه وأرضاه علم أن الأمة لا خير فيها إن لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولو كان للحاكم، فلما قام اسمعوا وأطيعوا ما أطعت الله فيكم فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، قال له واحد من عامة الناس قال لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد السيف. أراد أحد الناس أن ينهر، لماذا تقول ذلك لأمير المؤمنين؟ فأسكته عمر وقال له لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. ينزع منكم الخير عندما تروا السلطان على باطل فلا تواجهونه بباطله، وينزع الخير من السلطان ما لم يسمع لنصح رعيته. لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها، لأن العدل من السلطان اعتدنا في عصور الظلمات أن يكون هبة، هبة من الحاكم، وهذا لا يجوز. لا بد أن يغتر الحاكم ويؤخذ على يديه ليكون عادلا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن فساد بني إسرائيل من قبلنا قال أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ثم في هذا الحديث حديث ابن مسعود قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا، وإلا ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعنه. كلام في منتهى الخطورة، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتقطرنه إلى الحق أطرع، أو ليضربن الله قلوبكم بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعنه كما لعن بني إسرائيل من قبل. ولذلك عندما تجد أناس يجاهدون ويعلنون معارضتهم ويصدعون للحاكم الحق، هذا يقوم عنك بواجب لو لم يقم به لنعنت ولا أصبحت مغضوبا عليك. هذا ينافح عنك، لا ينافح عنك ظلم الظالم، ولكن ينافح عنك أن تسقط لعن تحل لعنة الله على الجميع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحدة الصف، المستبد لا يستطيع أن يعيش في صف موحد، دائما يعمل ليل نهار على وضع الفتن. مرة تكون طائفي
ديني، مرة تكون عصبي، مرة تكون عرقي، هكذا هو يعمل ليل نهار. لا يحب الناس أن تكون صافية بينها ود، أن هذا ليس في مصلحته، لأنهم اقتنعوا بالنظرية الفاسدة، فرق تزوج. وهذا ما فعله فرعون، وسنة ماضية إلى يومنا هذا. ربنا عندما وصف قال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يعني فرقهم إلى شيع وجماعات، طائفة الأغنياء، طائفة الفقراء، طائفة هؤلاء المصريون، هؤلاء بني إسرائيل، هؤلاء كذا، ويركب طائفة على الأخرى ويستزد طائفة للأخرى، ثم هو يجلس ليفصل بينهم. هكذا يكون الطاغية دائما يفرق. الحل الوحدة فيما بينهم. الإمام العادل الحق هو الذي يجمع الناس، يخشى على الفرقة بين الناس. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد ذلك الماكر شاس بن قيس أن يوقع بين الأوس والخزرج، وأخذتهم الحميم وقالوا لنعيدنها جذعا لها. تقول الرواية أن النبي خرج من بيته يلملم ثيابه، يعني كان يرتدي الثياب وهو يجري، تبين خطورة الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقف بينهم وقال: أتعودون كفار يضرب بعضكم رقاب بعض وأنا بين أظهركم؟ وخلد ذلك بقرآن نتلوه إلى يوم القيامة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. المجتمع المتماسك القوي يستعصي على المستبد، لكن أن يفرق الناس شيعا تشمت طائفة في أخرى، يقول يقتلونهم يظلمون، يستحقون، طالما إحنا لا يطلنا عذاب ولا يطلنا شيء، المستبد لن يترك أحد. أنت تناصره اليوم ستكون عدوه غدا. لكن الأغبياء لا يفهمون من التاريخ. على أكتاف من قامت الدولة العباسية؟ على أكتاف من؟ من له الفضل الأكبر في قيام الدولة العباسية؟ أبو مسلم الخراساني. أتسمعون هذا الاسم؟ من الذي قتله؟ الذي قتله أبو جعفر المنصور. لماذا؟ لأن أبو مسلم الخراساني أقام دولة بني العباس على أكتافه، سيكون له فضل وحظوة وسيكون له نفوذ في الدولة العباسية، وهؤلاء لا يحبون ذلك، فقتلوه جزاء ما قدم له. وهذه سنة متبعة عند الظلم، يستعملك اليوم ليتخلص من عدو يراه أولى أن يتخلص منه لأنه خطر عليه. هل سيتركك؟ لا، لابد أن يتخلص من أي ذي فضل فيما وصل إليه لينفرد هو فقط ويحيط نفسه بمن لا يرونه إلا إلها يعبد من دون الله. ولذلك أقول لمن يقف مع الاستبدال الآن في بلادنا: لا تأمنوا جانبه. أنتم تآمرتم على إخوانكم في الوطن وغدا سيأكلوا أكل الشياء. لماذا؟ هذه طبيعة، طبيعة كل الدول التي قامت على أكتاف أناس كانوا أول ضحايا هذه الدول. إذن وحدة الناس وقوة تماسكهم هي التي تمنع المستبد أن يستبد بالناس. الأمر الثالث: الإسلام عرف أن الفقر والعوز من أهم أسباب الاستذلال، فأراد للمسلم ألا يستسلم له، كرهه فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين الكفر والفقر، لأن المستبد ماذا يفعل أحيانا؟ يقسم الناس إلى عدة فرق. بعض الناس يستطيع أن يجعله يلهث وراءه
إذا مد له عود البرسيم ليدخله حظيرة استبدال، هذا يستأنس ويمد له عود البرسيم، البرسيم الذي لا يعرفه وأكل المواشي، فإذا مد له عود البرسيم أخذه إلى حظيرته، لكن لا يمد له عود البرسيم من طريق الحلال. انظر، يمد له عود البرسيم من طريق الحرام. لماذا؟ حتى يصبح حرامي أمامه وأمام نفسه. فإذا أراد في يوم من الأيام أن يؤنبه ضميره ويتكلم له، أنت حرام، ملفاتك ستنشأ، فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، والملف بتاعك أمام النائب العام وينتظر إشارة، يغلق فاهم. هذا نوع من الناس، هذا مستأنس وهو ذليل. النوع الآخر يشغل بالحياة، لا يجد قوت يوم، لا يجد قوت يوم، أطفاله يتضرعون جوعا، أنا له أن يفكر في حرية ولا أن يفكر في شيء. ده العالم إذا جاع لا يفكر في شيء، كما قلت لكم الإمام محمد أبو الحسن صاحب السير الكبير، التلميذ صاحب أبو يوسف وصاحب أبو حنيف، لما دخلت عليه جاريته وقالت له، وكان يفكر في عدة مسائل واهتدى إلى أكثر من كذا مسألة في الفطر، وأراد أن يدونها، قبل أن يدونها دخلت عليه وقالت، أو ليس في بيتنا دقيق نصنع له لك به خبزا؟ فقال، قاتلك الله، والله لم يبقى في رأسي شيء أكثر. اتمح، الفقير لا يفكر في الكلام الكبير ولا في الحريات، ولا الرجل لا يفكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاد وقرن بين الكفر والفقر، قرن بين الكفر والفقر. أنا خطبت خطبة كاملة في الفقر، لأن بعض الناس بيفكر أن الفقر حشمة ولا سطرة ولا مفضل في الإسلام وأفضل من الغنى، هذا كلام غير صحيح. وإلا ربنا لا يجعل الفقر عقاب، ربنا جعل من نعمه ورضاه على سبب جنتين عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم، بلدة طيبة ورب غفور. انظر بقى إلى العقاب. فلما أعرضوا كفروا يعني، أرسلنا عليهم سد العدل، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ يعني جعل الفقر عقاب، فلا يمكن يكون محبب ويكون عقاب، ويجعل الغنى رضا، وهذا لا يكون. لكن هذه القضية ليست موضوعي أن أبين وأفصل فيها، أن الإنسان إذا قدر عليه رزقه ورضي بقدر الله واجتهد وكذا، لكن لا يحب هذا النوع من الحياة، يجب أن يجتهد، يجب أن يعمل، لا يمكن ويقول ربنا يحب الفقراء، على هذا غير صحيح. إذا قدر عليك رزقك خلاص ترضى بأمر الله، هذا أمر آخر، لكن لا يستكين إليه الإنسان. لكن على الأمة المسلمة أن تأخذ بأسباب القوة المالية، بس ترفع عن نفسها الفقر والدين الذي يقسم ظهر الأفراد ويقسم ظهر الدول. الدول الآن التي لم تستطيع أن تسدد فوائد ما اقترضت من مليارات، وتورط شعوبها ودولها وتستذلها للبنوك الدولية والعالمية، أن لها أن تكون سيدة الضرائب. الشيخ الشعراوي كان له كلمة مشهورة جدا، يقول، من كان أكله من فأسه فقراره من رأسه، إنما لو أكلت مش من فأسك انسى رأسك خالص، لا قرار ولا حاجة خالص ولا تفكير حتى، انساها خالص. فأخذ بالقوة المادية، تقدم علم صناعة، كل هذه الأشياء حتى على مستوانا في الجالية هنا، إذا أردنا كرامة ونعيش بين الناس ولا نهضم ولا تؤخذ حقوقنا، يجب أن نتكاتف وأن تكون قوتنا المادية وقوتنا الاقتصادية قوة، نستطيع أن نقوم على مشاريعنا ونقوم على أعمالنا، عندها يحترمنا الناس. أما إذا تسولنا كما يتسول الناس فلا كرامة لنا بينهم، سينظرون إلينا لو أننا متسولون. والقوة السياسية أيضا، وبالذات في هذه البلاد لابد من المشاركة السياسية، ولابد أن تكون لنا قوة في المشاركة. إذا تفرطنا في أسباب القوة فاستضعفنا الناس ولم يعطونا حقوقنا، فلا نلوم إلا أنفسنا، أنه هذا المشاركة السياسية حرام ولا ما مش مجدية ولا كذا ولا كذا، ثم بعد ذلك نطالب بحكم من يأتيك بحقك.
أسيدق عليك الباب ويقول لك تعالى أنت راجل طيب غلبان تصلي خمس صلوات سنعطيك كذا وكذا وكذا وحقك كذا وكذا وكذا؟ هذا لن يحدث، هذا تنام وتحلم فيه زي الأحلام اللي بتطلع في اليومين دول. لن يعطيك أحد هذا عن حلم ولا عن تمن، إنما عن عمل. باب القول. ثم على مستوى الأفراد وقد تكون على مستوى الجماعات، إذا ضاقت كل الأسباب واستحكم الاستضعاف، ولا شك أن الذل حال وأن الفتنة واقعة بالإنسان لا محالة، فلا طريق له أن يجلس في مكانه ولا بد أن يغادر ويهاجر. ربنا يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. إلا هيهاجر هيجد سعة، هيجد مراغم. مراغم العلماء قالوا يعني يراغم الفقر، يغلبه. أتريد أن تغلب الفقر وتغلب الاستضعاف؟ أخرج هاجر. لما استضعف بني إسرائيل ولم يكن هناك حل غير أن يخرجوا، أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل من مصر، فإذا خرجوا لعل الله أن يجب لهم مخرجا. كذلك على يحرم على المسلم أن يجلس في مكان يستذل فيه أو يستباح عرضه أو يكون مهددا في أمنه أو في ماله أو في دينه. يحرم عليه ما لم يكن محاصر، ما لم يكن قاعد، ما لم يكن عاجزا. فإذا استطاع فلا مقام له. لا يمكن لمسلم يرضى لنفسه الذل في المكان. كل مسلم للجميل محبب، وكل مكان ينبت العز طيب. مش ينبت البقر، ينبت العز. يعني المسلم يطيب إليه المكان الذي ينبت له العز، لأنه يعلم أن العزة لا تكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. لا يمكن أن يرضى بالذل. الإمام الشافعي كان يرى الذل كفر، كان يرى الذل كفر. فإذا ما ضاقت واستحكمت يهاجر، يخرج إلى مكان آخر يأمن فيه على نفسه ويأمن فيه على عرضه ويأمن فيه على دينه، فلا مقام له مع الذل ومع الاستضعاف ومع الفتن. وإلا كان مواجها بهذا السؤال فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بعزه وبكرامته، وأن ينزل الكرامة والعزة والحرية على بلاد الإسلام في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خلاصة ما أريد أن أقوله يا إخوة أنهم عندما أعلنوا هذا الإعلان لم يرتفع الظلم من الأرض ولم ينتفي الاستعباد، إنما ينتفي عندما تتحرك الأمم، عندما تتحرك الشعوب، عندما يتحرك الأفراد ليرفعوا عن أنفسهم الظلم. وما حدث في تاريخ البشرية أن حرر أناس آخرين، لا بد أن التحرر يأتي من داخل. إنما يحدث في بلادنا هي رغبة جامحة عند الغالبية العظمى في الحرية والتطلع إليه، ثمنها غالي، ولكن الركون عنها أغلى ثمنا منه. والتضحيات والمصائب التي تنزل إذا ركن الناس عن المطالبة بحرياتهم أغلى وأوخم في العاقبة مما يحدث الآن ومما ترونه ما ترونه بشعا. لا بد لهؤلاء الناس أن يظلوا على هذا الحراك
حتى يحصلوا على إرادته، حتى يحصلوا على حريته. كفى لهذه الأمة استعباد، كفى أن يتحكم فيها أفراد لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم. نهبوا الثروات ونهبوا الخيرات وخربوا البلاد وخربوا الناس وخربوا العباد، ولا يريدون أن ينزاحوا بعد ذلك كله. فهل ترضى الشعوب أن تخنع لهذا؟ إن خنعت فالعواقب وخيمة، وإن ظلت تتحرك فإن الله يكون معه وسيغير الحال على أيديه، لأن الله لا يخلف الميعاد، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وربنا سبحانه وتعالى وعد بذلك في آيات كثيرة شتى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ربنا قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا ينصرن الله من ينصره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ألا إن حزب الله هم الغالبون. هذه وعود تمتلئ بها آيات القرآن الكريم، هذه أشياء لا يمكن أن تتجاهل، لكن لا تأتي من السماء كما يأتي المطر، إنما تأتي من الناس، بحركة الناس، بجهد الناس، بتضحيات الناس، بصمود الناس، برفض الناس للاستعباد، لرفض الناس للذل، لرفض الناس للظلم، وتطلعهم للحرية والعدالة والكرامة وأن يعيشوا أحرارا. عندها يتنزل عليهم نصر الله سبحانه وتعالى ويبدل حالهم إلى أحسن حال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنعم علينا بالأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم أذن لبلاد الإسلام بالأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم ولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيرا، واجعل تدبيره تدميرا، واشغله بنفسه يا أرحم الراحمين. إنك يا قوي يا عزيز لا يعجزونك في الأرض. اللهم إنهم لا يعجزونك في الأرض. اللهم إنهم لا يعجزونك في الأرض. اللهم من على المستضعفين بمنك يا أرحم الراحمين، وأنزل عليهم وعدك الذي وعدت يا من لا تخلف الميعاد. اللهم فك أسر إخواننا في كل مكان. اللهم كل إخواننا في سوريا، اللهم كل إخواننا في العراق، اللهم كل إخواننا في بورما، اللهم كل إخواننا في بنغلاديش، اللهم كل إخواننا في غزة. اللهم فك عنهم حصارهم يا رب العالمين. اللهم حرر الأرض المقدسة من دنس أعدائك يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير وارزقنا فيه صلاة تقر بها العيوب تحت رايات الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا في مصر وفي كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين حيثما كانوا، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. قوموا إلى صلاتكم، صلاتكم الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قامت صلاة، قد قامت صلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد.